اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حره مباشره، وضيفي وضيف حضراتكم في رمضان نجم النجوم هداف الدوري الممتاز كابتن حسام باولو مهاجم سموحه. كابتن حسام كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. الله اكرم حبيبي كابتن ابراهيم، والله انا سعيد مع حضرتك يعني في البرنامج. عندي اسئله كتير ليك عايز اسالها لك، بس عايز اسالك من الموسم اللي فات، هل هداف الدوري وحصولك عليها كان عن طريق الصدفه ولا لا؟ لا والله الحمد لله، يعني أنا كان من زمان والله الواحد كان نفسه يلعب دوري ممتاز، فالحمد لله جات الفرصه وقدرت ان انا الحمد لله ربنا يكرمني مع كابتن علاء بعال طبعا، واللعيبه مشكوره انت انا اشكرهم ساعدوني السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها ان انا اخد هداف الدوري، فالحمد لله مش صدفه، الحمد لله في كل مرحله لعبت فيها كنت هداف فرقتي وهداف المجموعه، فالحمد لله الهداف دي مش صدفه ولا حاجه، الواحد بيتعب ويشتغل وربنا بيكرمه الحمد لله. السنة دي ما زلت على قائمة الهدافين وهداف الدوري الممتاز مع سموحة، وده يمكن أكبر دليل إن الموضوع ما كانش بالنسبة لك صدفة، لكن برضو حسام باولو بيتهاجم، إيه السبب؟ والله الحمد لله، يعني الناس قالت السنة اللي فاتت ده صدفة وبتاع وعدت وبتاع، فأنا الحمد لله بشتغل وبجتهد وبثبت للناس الحمد لله إن هي مش صدفة، الحمد لله الواحد بيشتغل واجتهد، ومع كابتن محمد يوسف مع الدكتور ميم عبد الرازق مع كابتن حلمي احنا شغالين كويس وبنتمرن كويس، فالحمد لله ربنا يكرمني يا رب تكون من نصيبي، ده تاريخ بيتكتب ليا ولنادي سموحه باذن الله. بعد شقه بعد طبعا بعد تبع تعب بقى، وحضرتك انت عارف انا حكيت لحضرتك القصه طبعا من الصعيد للدرجه الثانيه الثالثه، فالحمد لله يعني الواحد ربنا بيكافئه لان الواحد تعب كتير في الفتره اللي فاتت، فالحمد لله الواحد ربنا بيديله الايام دي، فالحمد لله. يعني خلاص هتروح نادي الزمالك فعلا؟ لسه والله، هو يعني كان في حصل الكلام مع المهندس فرج عامر وبتاع، بس انا ما حدش كلمني خالص، انا مركز دلوقتي مع نادي سموحه الفتره اللي احنا فيها ديت، لان عايزين نخش المربع مكان تليق بينا وتليق بنادي سموحه، عايزين السنه الجايه نلعب افريقيا، فلو في خير ان شاء الله يكون نهايه السيزون، يعني ان شاء الله يكون على امل النادي، يعني المهندس فرج يكون مبسوط، او لو جالي عرض ولا حاجه يكون هو راضي ان هو عايز يمشيني ما فيش مشكله. نفسك تلعب في الزمالك؟ نفسي طبعا، نفسي اي لاعب مصر طبعا يمثل الاهلي والزمالك طبعا، ناديين الكبار طبعا في مصر وفي افريقيا، فالحمد لله نفسي اتمنى العب في الاهلي او الزمالك، فربنا يكرم رب، بس مركز دلوقتي مع سموحه ان احنا نبقى في المربع، فباذن الله يعني ان شاء الله. عندك ايه تقدمه لنادي الزمالك؟ ان البعض بدا يبقى النغمه بتاعت طب هو حسام باولو عنده كام سنه دلوقتي؟ عنده 34 سنه، يجي نادي الزمالك السنه الجايه يعمل ايه؟ والله ما مش بالسن خالص الحمد لله، يعني طول ما انا قادر ادي في الملعب مش سن خالص، انا شهر 11 اللي جاي يتم 33 سنه، فمش شايف انها سن خالص، يعني انا طبعا اتمنى اكون امثل نادي الزمالك والبس تيشيرت نادي الزمالك، وربنا يكرم يا رب الفتره اللي جايه، ومش موضوع سن، يعني موضوع سن خلاص، اللي جاي يجيب 30 بقى ما يلعبش في الدوري المصري بقى، طب ما في الدوريات اللي بره 35 و36 لحد 40 سنه الناس بتلعب، الناس قادره بتدي في الملعب بتدي، يعني مش قلت ان انا لو مش قادر ادي في الملعب انا اعتزل، انا خلاص يعني، بس انا الحمد لله قادر ادي في الملعب ومحافظ على نفسي، وان شاء الله هفضل مكمل لحد ما انا اقول انا مش قادر اكمل، فخلاص مش هكمل. النادي الاهلي ما تفوتش معاك خالص في اي مرحله من المراحل؟ لا والله ما جاليش اي كلام ولا اي حد كلمني عن النادي الاهلي خالص، طبعا هو اللي اتكلم بس نادي الزمالك وبس، انا مركز مع النادي يعني. بعد الفاصل عندي اسئله ليك مهمه جدا ليها علاقه بمنتخبنا الوطني وعدم انضمامك اليه كل الفتره ديت رغم التالق، خليكم معانا في حره مباشره، وضيفي وضيف حضراتكم هو هداف الدوري الممتاز كابتن حسام باولو. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل، ولسه مستمرين معاكم في حوارنا الساخن جدا في حره مباشره مع الكابتن حسام باولو هداف الدوري الممتاز. كابتن حسام، مع التالق ده والاهداف دي كلها لم تنضم الى منتخبنا الوطني، ايه السبب؟ والله يا كابتن الحمد لله، يعني الاداري كلمني وجاب رقم من ايمن اشرف وكلموني، والله قال لي عايزين تبعت لي الباسبور، فبعت له صوره الباسبور، فمن بعدها لما ما ردش عليا في التليفون، فعرفت انا جالي احساس ان انا مش هبقى في المنتخب، ولا حد يتصل بي يقول لي انت موجود في المعسكر وكده، فعرفت يعني، فالحمد لله انا الواحد بيجتهد، ونفسي امثل منتخب مصر طبعا، فدي حاجه كبيره وحاجه شرف ليا ان انا امثل منتخب مصر ومنتخب بلدي، ونفسي اعمل حاجه لمنتخب بلدي طبعا. كان عندك امل ان انت في ماتش تنزانيا اللي فات ده تنضم وما حدش يعني قرب لك خالص وجهه النظر ديت، او حتى كمان كانت تبقى فرصه كويسه بالنسبه لحسام باولو؟ طبعا انا كنت اتمنى ان ابقى موجود في ماتش تنزانيا، بس خير يعني ان شاء الله الحمد لله، ان هم مبروك على المكسب والصعود لينا،
فان شاء الله لو ليا نصيب باذن الله في افريقيا باذن الله رب يكون ليا نصيب، فاقدر اعمل حاجه لمنتخب مصر ومنتخب بلدي باذن الله. فقدت الامل ولا لسه عندك الامل انك تبقى موجود في المنتخب؟ لا والله انا ما فقدتش الامل، هو ممكن بس المدير الفني رايه احترم طبعا، ممكن يكون هو مثلا باصص للمجموعه ديت اللي هي مكمله معاه وهو شايف المجموعه دي كويسه دلوقتي في الماتشات ديت، فدي وجهه نظر طبعا. ومع والله عندي طموح ان شاء الله باذن الله انا ابقى ماسك منتخب مصر يعني. فكرتش تكلم كابتن اسامه نبيه، تكلم حد من الجهاز الفني تقول له طب انا ايه المشكله اللي عندي، طب احسن حاجه في ادائي، انا هداف الدوري يعني ليه ما انضمش؟ والله هو كل الاعلاميين اتكلموا طبعا في حق كويس، فمش بيجاملوني، هم شايفين ان الراجل ده يستحق يلعب في منتخب مصر، فكنت اتمنى ان ابقى في المعسكر ويشوفوني فيه يعني، فما حصلش اتصال خالص باي حد والله، فاتمنى ان انا كنت اخد فرصه، بس ان شاء الله الفرصه جايه باذن الفتره اللي جايه. بترد ازاي على اللي بيتكلموا على حسام باول ويقول لك هو مهاجم بيجيب اجوان بس بالفطره ما عندوش فكر في الملعب؟ معظم الفراوده اللي في مصر بتجيب اجوان ازاي يعني مع كل فراوده مصر كلهم زي بعضهم، بس ده ارزاق ولعب واجتهاد، فالحمد لله يعني الواحد بيتعب واجتهد وربنا بيديله على قد تعبه يعني. فالماتش الاسماعيلي كنا خسرانين 3-1، فربنا كرمني ضربه جزاء وجون في الدقيقه 94، ففين ما احمد تمساح ملاعبها وانا طالع راكبها يعني، مش فين الفطره يعني وانا بجيب جون بايديا مثلا، مش فاهم. فالحمد لله والله ربنا يعني بيكرم كل واحد بيتعب يعني. مين اكتر واحد انت مدله بالفضل النهارده كابتن حسام باول بيفتكره بكل خير؟ طبعا يعني كلاعب ولا كمدرب؟ لاعب مدرب اي حد كان في له دور مهم في حياتك. والله يعني جيت اتكلم عن المدربين طبعا كابتن مصطفى شعت، الكابتن هشام صالح، الكابتن حمدي برادي، كابتن علاء عال، في مدربين كتيره جدا ساعدوني ان انا ابقى حسام باول اللي الناس تقعد تتكلم عليه، ولاعيبه طبعا ساعدتني طبعا احمد تمساح ومحمد الفيوم واحمد صديق وقطاوي وعاصم سعيد، واللعيبه كلها بتوع الداخليه ساعدوني فعلا فعلا، انا بشكرهم على هوا ان انا الحمد لله ان هم قدروا يعملوا حسام باولو، فالحمد لله يعني بشكر كل من وقف جنبي يعني وساعدني ان انا ابقى كويس والناس تتكلم عليا كويس. كابتن حسام باولو رمضان كريم وبشكرك شكرا جزيلا. حبيبي ربنا يبارك لك، شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من حره مباشره مع هداف الدوري الممتاز كابتن حسام باولو، واشكركم شكرا جزيلا، وبكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده من حره مباشره. سلام.